ولقد بشرنا اليوم على تدشين وحدة إنتاجية جديدة بالمعايير المعمول بها مخصصة لمضادات الالتهاب كورتيكويد على الشكل حقن وبقدرة إنتاجية تقدر 40 مليون وحدة سنويا. الإنجازات المعتبرة والمحققة في المؤسسة الصيدلانية لتصنيع صفار من خلال 6 وحدات إنتاجية بقدرات معتبرة في التصنيع والتي سمحت بخلق 719 منصب شغل على مستوى الولايه.